بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم ألف عافية جميعا. بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الفيديو راح نستكمل شرحنا في مادة صيدلانيات 2 في التشابتر الثاني. في التشابتر الأول تكلمنا عن أنواع الأوينتمنت بيس، وتكلمنا عن السيمي سيري دوزج فورم بشكل عام، شو خصائصهم وإنها ممكن تكون ميديكيتد أو أن ميديكيتد. تكلمنا عن الأوينتمنت، عرفناهم وأعطينا أربع أنواع لإلهم، كل نوع أعطينا أمثلة عليه، كيف طريقة تحضيره وشو الأمثلة اللي في الصيدلية ممكن تلاقيها عليه، وشو خصائص كل نوع، شو مكوناته. تكلمنا عن الأوليجينس بيس، تكلمنا عن الابزوربشن بيس بانواعه الانهيدروس والايمالشن، تكلمنا عن الووتر ريموفابل بيس والووتر سوليبل بيس. في هذا التشابتر راح ننقل العلم اللي اخذناه في التشابتر الاول للحيز العملي او التطبيقي في السمول سكيل، في سواء كان بالمختبر او في الصيدليه، او اللارج سكيل اللي سواء مثلا بده يكون في المصانع واللي بدنا نصنع منه كميات كبيره من الاوينتمنت. على اي اساس بدي اختار الاوينتمنت بيس تاعي، وليش بدي اختاره، وكيف طريقة تصنيعه؟ هذا الحكي راح نتكلمه في التشابتر الثاني، وفي اخر التشابتر راح يكون في سلايد او سلايدتين عن موضوع الليبلينج والستورج للاوينتمنت بريبريشن. خلينا نبلش. هلا احنا على اي اساس بدنا او شو الفيتشرز او شو الخصائص اللي لازم اخذها بالحسبان لما انا بدي اختار الاوينتمنت بيس تاعي؟ بيحكي لك selection of the base to use the in the formulation of any ointment depend on careful assignment of a number of factors including the following. أول واحد لازم أخذه في الحسبان اللي هو ال release rate of the drug. أنا بدي ال drug يطلع من الointment base بسرعة أو لا، بدي يقعد ساعة ساعتين ثلاث، أو بدي خلال خمس دقايق مثلا يكون طالع مشتغل على نفس الجلد أو مشتغل تحت الجلد. وهاي النقطة رقم اثنين، هل أنا بدي إياه يكون topical أو بدي إياه يشتغل percutaneous drug؟ يعني هل بدي اياه يعالج نفس الجلد مثلا من الاكني او يعالجها من الجفاف، ولا بدي ينزل تحت الجلد ويعالج مثلا يدخل على السيركيليشن، او انه مثلا يعالج العضلات وغيره. هل انا بدي اياه يعمل لي اكلوجن اوف ذا مويستشر، هل بدي يحافظ لي على رطوبه الجلد ويمنعها من الجفاف؟ هل انا لازم اراعي اللي هو الاستابيليتي للدرج في الاوينتمنت؟ بهمني جدا انه الاوينتمنت بيس ما ياثر على الدرج، والعكس انه في النقطة اللي بعدها الدرج ما يأثر على الاوينتمنت بيس. effect of any of the drug on the consistency عفوا or other feature of the ointment base. يعني بهمني انه الدرج ما يأثر على الفيتشر تاعت الاوينتمنت بيس. بالاخر نقطتين اللي هم كثير مهمات ولازم نعرفهم لحالنا، انه هو انا بدي، هل بدي الاوينتمنت بيس ينشال بالمي او ما ينشال بالمي؟ وهو اشي واضح جدا، اذا انا بدي اياه ينشال بالمي بستخدم ووتر ريموفابل ووتر سوليبل البيسز، واذا ما بدي ينشال بالمي مثل الفازدين بستخدم الاوليجينس بيس او بستخدم الووتر ابزوربشن بيس. النقطه الاخيره، انا بدي اراعي السيرفس او نوع السكن او اليو او الميوكس ممبرين اللي انا بدي استخدمه عليه. هل انا راح استخدمه مثلا على دراي سكن، او راح استخدمه على اوزنج سكن، او راح استخدمه على انتر اتروجينس ارياز. الانتر اتروجينس ارياز اللي هي بتكون موجوده مثلا تحت الابطين او بين الفخذين وغيره، اللي هي المناطق اللي بيصير فيها فريكشن او احتكاك بشكل عام. بحكي لك فور اكزامبل، ان اوينتمنت از جنرالي ابلايد تو ذا دراي سكالي سكن. احنا في حاله الدراي والسكالي سكن بستخدم ايش؟ الاوينتمنت. الاوينتمنت لانه بيحتوي على كميه عاليه من الاويل وبمنع هروب المويستشر من الجلد. في حاله الاوزنج سكن اللي هي الاوزنج يعني السكن بتعطي افرازات او بتطلع دم او بيكون في منها خراجات بشكل عام، لازم استخدم له الكريم. الكريم از ابلايد تو ويبنج اور اوزنج سيرفيسز، تمام، عشان بكون مسبل مع افرازات السكن. تمام، الكريم بيكون مسبل مع افرازات السكن. في المناطق اللي بصير في احتكاك زي ما حكينا، مناطق مثلا الرقبه او مناطق تحت الابطين او بين الفخذين، لازم استخدم له اللوشن. تمام، هاي بيحكي لك هون لوشن از ابلايد تو انتر تروجينس اريا اور وير فريكشن مي اكر از بتوين ذا ثايز اللي هي الفخذات اور اندر ذا ارم بيت اللي هو تحت الابط. بشكل عام هلا احنا حكينا انه شو الخصائص او الفيتشرز باخذها في الحسبان لما انا بدي اعمل الاوينتمنت بيس. طب هلا انا اذا خلص قررت مثلا بدي اعمل ووتر ابزوربشن بيس، كيف بدي اعمل خلط للمكونات او ميكسينج؟ في طريقتين لازم اخذهم، اللي هم الانكوربوريشن اللي هو عباره عن انا ما بستخدم حراره في هاي الطريقه، بمسك المواد وبحطهم جوا مثلا وعاء وبصير اخلطهم ببعض وبعمل ميكسينج قبل ما تصير سموث وعبل ما تصير يونيفورم. طبعا في قواعد راح ناخذها بعد شوي.
اللي هي مثلا اذا انا بدي اخلط اوينتمنت مع اوينتمنت بيس مع ليكويد او اوينتمنت بيس مع سوليد وغيره. الفيوجن راح يصير فيه استخدام للحراره لجميع مكونات المكستشر اللي انا بدي احطه او لبعض المكونات، لانه في اخرى مثلا بتكون هيت ليبل وغيره. طيب انا على اي اساس بدي استخدم واحده من هذول الميثودز؟ بستخدمها بناء على النيتشر اوف ذا انجريدينت. بناء على ايش؟ النيتشر اوف ذا انجريدينت، طبيعه المواد. هل طبيعه المواد هاي بحاجه اني انا اعمل لها ميلتنج؟ هل طبيعه المواد هاي مثلا اذا خلطتها مع السوليد مثلا بذوب لي اياه، او مثلا بيعمل لي بيخلي لي سسبنشن بيخليه معلق وغيره؟ هلا رح ندرسهم بالتفصيل. طيب خلينا نبلش باول نوع من طريقه تحضير الاوينتمنت اللي هو الانكوربوريشن. الانكوربوريشن اللي هو بيحكي لك ميكسد انتل يونيفورم، يعني انت بتمسك المكونات باستخدام مجموعه من الادوات اللي هلا راح نعرفها، بتخلطهم ببعض حتى يعطيك ميكستشر يكون يونيفورم ويكون سموث. طيب في عندنا على سمول سكيل وفي عندنا على لارج سكيل. سمول سكيل في عندنا نوعين من الادوات بقدر استخدمهم في السمول سكيل. اول وحده اللي هي المورتل والبستل اللي كلياتنا بنعرفها، وفي عندك النوع الثاني اللي هم الاوينتمنت سلاب بالاضافه للسباتشولا اللي هي السباتشوليشن. الاوينتمنت سلاب اللي هي قطعه من الزجاج، بمسك الاوينتمنت وبمسك الدراج بحطهم عليها مثلا وببلش اعمل سباتشوليشن بالسباتشولا اللي هي بتكون عباره عن برود ميتال، يعني بتكون عريضة وبتكون طويلة مش السباتشولا المعلقة اللي بنعرفها. وبقدر ايضا استخدم اللي هو البيلتايل اللي هو بيكون نفس الاوينتمنت سلاب قطعة زجاجية ولكن بتكون مرقمة. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو انا بستخدم له بكون اللارج سكيل، بستخدم له اللي هو الاوينتمنت ميل. شو الاوينتمنت ميل؟ اللي هو عبارة عن جهاز زي ما راح تشوفوا هلا. الاوينتمنت ميل هو جهاز بستخدمه بتكون من 3 رولرز، بتكون متكونة من السيراميك. بيكون بين كل رولر والرولر في جاب، هذا الجاب انا بقدر اتحكم في مساحته عشان يعطيني البارتيكل سايز تكون كبير او قليل وغيره، وبقدر اتحكم برضه في سرعه دوران هذا الرولر عشان يعطيني مثلا ماده تكون سموث اكثر وغيره. زي ما انتم شايفين هون بحط الاوينتمنت بيس او بحط الاوينتمنت بشكل عام بين تو اوف رولرز، وبتطلع الاوينتمنت من هنا بيكون دي اريشن، بعمل له هوموجنايزيشن بالإضافة إلى إنه بقلل البارتيكل سايز. إذا هو عنده 3 advantages اللي هي الهوموجنايزيشن وبارتيكل سايز ريدكشن، بالإضافة إلى إنه بيعمل دي اريشن اوف ذا اوينتمنت، يعني بشيل منه الهواء. زي ما حكينا هو بتكون من الرولز بتوين او فورميشن بتوين ذا 3 سيراميك رولر. حكينا الجاب بقدر اتحكم فيها والسبيد بقدر اتحكم فيها. طيب هلا احنا راح نحكي على نوعين من الانكوربوريشن. اول واحد هو انكوربوريشن للسوليد، وفي عندنا الانكوربوريشن للليكويد. بالنسبه للانكوربوريشن للسوليد انا ببساطه شديده بمسك الدواء بحطه على الاوينتمنت سلاب، بجيب السباتشولا وبجيب الاوينتمنت بيست تاعتي وببلش اخلطهم مع بعض. بحكي لك when preparing an ointment by spatulation the pharmacist works on the ointment with a stainless steel spatula having a long broad blade and periodically removes the accumulation of ointment on the large spatula with the smaller one. يعني انه بجيب السباتشولا بحط الدراج بحط الاوينتمنت بيست تاعته وببلش يخلطهم في ستانلس ستيل سباتشولا. هلا انت في عندك بعض المواد مثل الايودين بتفاعل مع الميتال، فبالتالي لازم استخدم له هارد رابر سباتشولاز مي بي يوزد، اللي هو اذا كان بيتفاعل مع الاوينتمنت او بيتفاعل مع الميتال الميتلز بشكل عام لازم استخدم له الهارد رابر سباتشولا مي بي يوز. طيب بيحكي لك the ointment is prepared by thoroughly rubbing معناها سحق and working the component together on the hard surface until the product is smooth and uniform. هذول الكلمتين جدا مهمين وهم الهدف من الشيء اللي انا بدي اياه، لازم يطلع سموث ولازم يكون يونيفورم متناسق ولازم يكون ملمسه ناعم. The ointment base is placed on the side of the working surface and the powdered component previously reduced to fine powders and thoroughly blended in mortar on the other side. يعني انا بجيب الاوينتمنت سلاب بحطهم، خلينا نشوف فيديو هنا، بجيب اوينتمنت سلاب هاي زي ما انتم شايفين، بجيب الاوينتمنت سلاب وبحط الباودر اللي انا اصلا لازم اكون عامل له طاحنه، عامل له باودرنج او ميلينج
بايش بالمورتر اند بيستل، بجيب مثلا عندي الدراج مثلا، او بجيب عندي الاوينتمنت بيس، وبضيف بحط كل واحدة منهم على جنب، وبصير اضيف كمية من الاوينتمنت بيس، بضيف كمية من الدراج، بضل اضيف كمية اكبر كمية اقل كمية اقل، بعدين بكمل اضافتهم على بعض حتى يطلع عندي اللي هو سموث و يونيفورم اوينتمنت. طيب اذا بحكي لك a small portion of the powder is mixed with a portion of the base until uniform، يعني انا بمسك كمية قليلة من الدراج وبمسك اللي هو الباودر، وبمسك كمية قليلة من الاوينتمنت بيس، بضل اضيفهم على بعض، اضيف ازيد كمية ازيد الكميات حتى يطلع عندي ويصير يونيفورم. هاي الطريقة اللي هي إضافة كميات قليلة على بعض ونضل نزيدها 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 بسموها geometric dilution is continued until the product of the powder and base are combined and thoroughly are uniformly blended، يعني قبل ما يصيروا زي ما حكينا uniform و smooth. طيب في شغلة كثير مهمة أنا لازم أحطها في عقلي لما أنا بدي أحضر الأوينتمنت، إنه لازم تكون ال particle size تاعت الدرج أو الباودر أنا لازم أستخدمه قليلة جدا وصغيرة جدا جدا عشان ما يصير جريتي، زي ما أخذنا بالشابتر الأول إنه من صفات الأوينتمنت إنه مش لازم يكون إيش جريتي. فبحكي لك it often is desirable to reduce the particle size of a powder or crystalline material before incorporation until the ointment base so the final product will not be gritty. This may be done by levitating. شو مصطلح levitating؟ levitating اللي هو زي suspension يعني، بس احنا هون بكون عندنا ointment اللي هو semi solid مش liquid زي ما درسنا بالصيدليات واحد. levitating في او تلفظ levigating. تمام levigating او levitating اللي هي suspended by physical force or mixing the solid material in the vehicle in which it's insoluble to make a smooth dispersion. شو هو موضوع levitation زي ما راح تشوفوا هنا؟ هاي شغلة levigation. لاحظوا هون شو بعمل، جاب الدراج اللي هو كان solid، ضاف عليه هاي المادة اللي ضافها اللي هي شو الليفيتيتنج ايجنت او الليفيجيشن ايجنت، مسك السباتشولا وبلش يعمل له شو ميلينج او باودرينج، بلش يطحن ويضغط فيه يحط عليه برشر عشان يدوب جوا الليفيتيتنج ايجنت زي ما انتم شايفين هون. هلا شو صار يسوي هون؟ صار يجيب كميه من الاوينتمنت بيس، هنا ضاف كمية قليلة من اللانولين اللي هو عشان يعطيني مثلا لون، او يعطيني مثلا اللي هو كان مثال على الووتر ابزوربشن بيس اللي هو اللي عشان يعطيني الاوليجينس او يعطيني الاويلي تكستشر اللي هو الملمس الاويلي. زي ما انتم شايفين هنا جاب الاوينتمنت بيس عفوا ضاف لانولين، ضافهم وين؟ على اللي هو ليفيتيتنج ايجنت مع الدرج تاعي او الباودر تاعي. هلا بهي العمليه استخدم الجيومتريك ديليوشن، لانه لاحظوا هلا هون مثلا جاب كميه قليله من هون وكميه قليله من هون وبلش يخلطهم، بعد شوي هلا راح يرجع يجيب كمان كميه قليله وكميه قليله ويخلطهم مع بعض. هاي زي ما انتم شايفين هون اخذ كميه قليله من الاوينتمنت بيس وكميه قليله من اللانولين، خلطتهم مع بعض، رجع اخر شيء اخذ نفس اخذ كميه وكميه ورجع خلطهم مع بعض. هيك اخر شيء طلع عندي شو يونيفورم سموث بريبريشن من الاوينتمنت تاعي. هاي هي الليفيتيتنج ميثود او الليفيجيشن ميثود. طيب نرجع للسلايدز. طيب هلا انا كيف بدي اختار الليفيكيشن تاعي اللي هو اللي كان موجود في الابره هون زي ما انتم شايفين، كان موجود هون اول اشي ضافه هون، حكى انه انا ضفت مينرال اويل اللي هو الليفيتيتنج ايجنت تاعه او الليفيكيشن ايجنت. على اي اساس ضاف هو الليفيتيتنج ايجنت؟ على اي اساس قرر انه انا بدي هذا ما بدي هذا؟ بناء على الاكسترنال فيس ل البيس تاعي اللي انا مستخدمه. بحكي لك اذا كان الاويل هو الاكسترنال فيس للبيس اللي انا مستخدمه، راح استخدم المينرال اويل.
اما اذا كان الووتر هو الاكسترنال فيس بالبيس اللي انا مستخدمه راح استخدم الجليسرين الجليسرين. فبالتالي اذا كان ووتر او اذا كان ووتر ابزوربشن او كان اوليجينس انا بستخدم المينرال اويل. اما اذا كان ووتر سيلبل او ووتر ريموفبل انا بستخدم الجليسرين. بحكي لك اللي هي خصائص او صفات لازم تكون موجوده بالليفيتيتنج ايجنت، انه لازم يكون فيزيكالي اند كيميكالي كومباتبل وذ ذا دراج اند بيس. الدراج والبيس لازم يكونوا ما يتاثروا بالليفيتيتنج ايجنت اللي انا بستخدمه، بالاضافه الى انه حجمه للليفيتيتنج ايجنت او كميه تاعته لازم تكون مساويه، او حجم الفوليوم تاعه لازم يكون مساوي للسوليد ماتيريال او الباودر او الدراج اللي انا ايش بستخدمه. طيب في زي ما انتم شايفين هون بحكي لك امورتال اند بيستل ار يوزد فور ليفيجيشن، اللي هو تصغير كميه او تصغير حجم البارتكل سايز للدراج او الباودر تاعي. This allows both reduction of particle size and dispersion of the substance in the vehicle. هون بحكي لنا انه انا زي ما استخدم زي ما شفنا بالفيديو قبل شوي اللي هو السباتشولا والاوينتمنت سلاب، ايضا بقدر استخدم المورتر والبيستل. المورتر والبيستل هي مفضلة في حالتين، في حالة إذا كان أنا بدي أقلل البارتيكل سايز للباودر بضيف الباودر على المورتر والبيستل، بعمل له ميلينج وطحن، بعدين مباشرة بضيف الليفيتيتنج ايجنت وبضيف الاوينتمنت بيس وبضيف الالونين أو بضيف أي شيء بدي إياه خارجي عن طريق الجيومتريك ديليوشن زي ما حكينا. هاي بكسب منها بضرب عصفورين بحجر، انه انا بقلل البارتيكل سايز وبرضه بعمل ديسبيرجن في الفيهيكل اللي انا بدي اياه. ايضا تفضل استخدام المورتل والبيستل في حاله اذا كان الليكويد كميته كبيره. بحكي لك زي ما انتم شايفين هون، خلينا نشوف مورتل اند بيستل ميثود از بريفيرد وين لارج فوليوم اوف ليكويد ار ادد because the liquid is more captive than on the ointment slab. يعني الليكويد السيطر عليه او اللي هي يعني انت زي لما تمسك كاسه مي تحط فيها مي ولا تحط المي في صحن، لا بتحطها في كاسه مي، مش ملاقي المصطلح اللي هو captive معناها capacity اللي هي السعه. السعه تاعت المورتر والبيستل بتكون اكثر او بتحتوي او بتحوي الليكويد اكثر من الاوينتمنت سلاب. بحكي لك after levigation the dispersion is incorporated into the ointment base by spatulation or with the mortar and pestle زي ما حكينا until the product الهدف تاعي انه يصير شو uniform. Solid substance in a common solvent that will affect neither the stability of the drug nor the efficacy of the product may first be dissolved in that solvent. شو الاشي اللي بحكي لي هون؟ بحكي لي اذا كان انا عندي بدي استخدم سوليد وهي السوليد بتاثر على الافيكاسي او بتاثر على الاستابيليتي تاعت الدرج، بمسك هاي السوليد بدوبها بالسولفنت اللي انا بستخدمه، بس تدوب 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 بتفقد مفعولها كسوليد، بعدين اللي هو السوليوشن او الاشي اللي هي السوليدز اللي دابت جوا السولفنت تاعي بمسكه وبضيفه على الدرج، فبالتالي انا هيك بحافظ على الافيكاسي والاستابيليتي للدرج. بحكي لك the solution is then added to the ointment base by spatulation in or in mortar and pestle زي ما شفنا بالفيديو. هاي قرأناها انه انا بستخدم المورتل والبستل في حالة اذا كان عندي كمية الليكويد اكثر. طيب الطريقة الثانية اللي انا بستخدمها عشان اقلل الحجم او عشان اخلط السوليد سبستنس عفوا مع الاوينتمنت بيست تاعتي اللي هي البولفرايزيشن. البولفرايزيشن نفس الشيء اللي هي معناها طحن او معناها ميلينج ومعناها باودرينج وغيره، بس هاي البولفرايزيشن بستخدمها مع الجامي ماتيريال او بستخدمها مع اللي هم الكريستالاين باودر زي مثلا الكامفور. الكامفور مثال على الجامي ماتيريال عفوا. البولفرايزيشن باي انترفينشن، انترفينشن معناها التداخل، كان بي يوزد the material is dissolved in a solvent and spread out in the biltile. بحكي لك انت بتمسكها بتدوبها في solvent وبتعمل لها spreading على البيلتايل. السولفنت بعد هيك انا بمسكه او بمسك المكسر اللي طلع معي وبخلطه على او مش بخلطه عفوا بعمل له spreading على سطح معين. هيو the solvent is allowed to evaporate leaving a thin film of the material into which the other ingredient or ingredients are spread. يعني السولفنت تاعي انا ما بدي اياه، بدي اياه يتبخر عشان يترك لي المواد الثانيه اللي هي صار لها بولفرايزيشن او صار لها ميلينج على السطح اللي انا حطيت عليه. طيب بما انه انا السولفنت تاعي بدي اياه يتبخر، فبالتالي انا لازم اختار سولفنت عفوا يكون سريع التبخر او انه يصير له فولاتايزنج بشكل سريع. مثلا بختار الاسيتون او الايثانول عشان يتبخر بسرعه وما ياخر شغلي.
بيحكي لك the material is then worked into the ingredient by trituration اللي هي برضو طحن with a spatula أو خلط بمعناها اللي هي continuous rubbing or grinding of the powder اللي هو طحن أو grinding نفس المعنى كلياتهم يعني grinding و rubbing و trituration و pulverization و powdering وعندك مثلا يعني كل الكلمات عادي بتأدي نفس المعنى. هو نفس الشيء برجع بعيد الحكي بحكي لك اللي هو البلفرايزيشن بشكل عام used with the hard crystalline powder that do not crush or trituration easily or gummy type substance. الجامي type مثل الكامفور حكينا the first step is to use intervening solvent اللي هو الكحول او الايسيتون الاسيتون عفوا زي ما حكينا اللي هو عشان يكون التبخر تاعه سريع that will dissolve the compound. The dissolved powder is then mixed in a mortar or speed on the ointment slab to enhance the evaporate of the solvent. بدي يعمل يصير له evaporation. As the solvent evaporate, the powder will recrystallize out of solution as a fine particle. أنا بدي الهدف تاعي يعطيني الفاين بارتيكل عفوا. إذا أنا عرفت شغلتين البولفرايزيشن وعرفت الليفيتيتنج ايجنت. في عندي الطريقة الثالثة اللي هي الكراشنج اللي هو الطريق العادي اللي أنا عندي مثلا ماتيريال بقدر أعمل لها كراشنج بالمورتر والبستل. البولفرايزيشن حكينا بستخدم الكريستالاين باودر ولا الجامي تايب سبستانس. البولفرايز الليفيتيتنج بستخدمها مثلا عشان أطلع شيء يكون زي سسبنشن تكون معلقة الانجريدينت في الاوينتمنت بيس تاعتي. الكراشنج بستخدمها في حاله انه انا المواد تاعتي عادي بيصير لها كراشنج في المورتر والبستل وغيره. طيب خلينا ننتقل للانكوربوريشن اوف ليكويد. الانكوربوريشن لليكويد بحكي لك ليكويد سبستنس اور سوليوشن اوف ذا دراج از ديسكرايبد ابوف ار ادد تو ان اوينتمنت اونلي افتر ديو كونسيدريشن of ointment base's capacity to accept the volume required. يعني نقطة جدا جدا مهمة لازم أخذها في عين الاعتبار لما أنا بدي أضيف ليكويد على الاوينتمنت بيس تاعتي إنه قديش الاوينتمنت بيس تاعتي بتستحمل أو قديش الساعة تاعتها أو الكباسيتي تاعتها إنه يدخل عليها ليكويد. هاي معلومة جدا مهمة لأنه مثلا for example only very small amount of aqueous solution may incorporated into an oligenous ointment whereas hydrophilic ointment bases readily accept aqueous solution. يعني مثلا انا الاوليجينس بيس ما بقدر اضيف عليها كميات كبيره من المي لانه اذا ضفت عليها كميات كبيره من المي اول شيء ما راح تستقبلها واذا انا يعني راح تغلبني زي ما حكينا بقدر اضيف كميات قليله وبقدر اضيفها بصعوبه كبيره. اما الاكويس او الاوينتمنت او الهيدروفيليك اوينتمنت اللي هو مثال على شو الهيدروفيليك اوينتمنت اللي هو ووتر ريموفابل بيس والووتر سوليبل بيسز انا بقدر اضيف لهم كميات كبيره من المي. طب انا ليش يعني ما بدي اضيف كميات اكبر؟ بحكي لك however all bases even if hydrophilic have their limit to retain liquid beyond which they become too soft or semi solid. يعني بحكي لك انه حتى الهيدروفيلك اللي هي عادي بتستقبل مي في صدر الرحم اذا حطيت عليها كميه مي كبيره راح تتحول لسيمي سوليد وراح يصير كثير سوفت وراح يصير انا لما احط الكريم على الجلد ما يمسك بالجلد وراح يعني بيصير التحضيره بشكل عام بتخرب. بيحكي لك when it's necessary to add an aqueous preparation to hydrophobic base. هاي المعلومة اخذناها في الشابتر الاول انه انا اذا بدي اضيف مي او بدي اضيف aqueous preparation على الاوريجينال سبيس او الهيدروفوبيك بيس لازم اول شيء شو اعمل first may be incorporate into minimum amount of hydrophilic base بعدين المكتشر وين بضيفه على الهيدروفوبيك بيس زي ما شرحنا لكم بالشابتر الاول. Alcoholic solution of a small volume may be added easily to oligenous vehicle or emulsion bases. يعني بالنسبة للالكوحوليك solution هو يعني زلمة محايد بدوب في الهيدروفيليك وبدوب في الهيدروفيبيك ointment bases. طيب بحكي لك في إيش بنسميه natural balsams. Natural balsams اللي هو بيكون بيحتوي على essential oil such as probalsam are usually mixed with an equal portion of castor oil before incorporation into base. بالنسبة للناتشرال بلسم أنا بضيف عليه كمية مساوية له من الكاستر أويل قبل ما أعمل له إنكوربوريشن في الأوينتمنت بيس تاعتي. شو السبب؟ عشان أقلل السيرفس تنشن. This reduces the surface tension of the balsam and a low even distribution of the balsam throughout the base. يعني عشان يصير له يقلل السيرفس تنشن تاعه ويخلي إنكوربوريشن في البيس يكون أسهل. هون بحكي لك الجهاز اللي ورجيناكم اللي اياه هذا على لارج سكيل
Ointment or roller mill can be used to force coarsely formed ointment through stainless steel or ceramic roller to produce ointment uniform. هذا هدفي اللي هو يكون uniform in composition and smooth in texture. إذن uniform in composition و smooth في texture، يكون متناسق في التركيبة في التركيبة تاعته وملمسه يكون smooth. زي ما انتم شايفين هون، خلينا نورجيكم ointment mill في يكون مثلا هاي على large scale. نفس الشيء بيكون بحتوي على 3 rulers، 1 2 3، بحطوا جواته الاوينتمنت بكميات كبيره بالنسبه للارج سكيل، وبطلع لي هون سموث ان تكستشر وبكون يونيفورم ان كومبوزيشن. هاي هذا المعلم الهندي والله منور. المهم، فاذا هون احنا بنكون خلص خلصنا موضوع الانكوربوريشن، اللي هو عباره عن انك تدمج المواد بس بشكل عام. قسم لها لا انكوربوريشن اوف سوليد اللي حكينا فيه عندنا ليفيتيتنج و الكراشنج بشكل عام، وحكينا عن البولفرايزيشن، وحكينا ايضا على اللي هو الانكوربوريشن للليكويد. حكينا انه لازم نراعي الكباسيتي للاوينتمنت بيس اللي لازم استخدمها، وايضا لازم استخدم له اخر شيء احطه في الميل الاوينتمنت ميل او الاوينتمنت رولر عشان يعطيني سموث تكستشر ويعطيني يكون يونيفورم ان كومبوزيشن. خلينا نبلش بالفيوجن. الفيوجن بحكي لك all or some of component of an ointment are combined by being melted together، يعني كلياتهم او بعض المكونات بصير لهم melting together and cooling with constant stirring until congealed، يعني بتحركوا مع بعض، بنحركهم مع بعض وبنخليهم يبردوا قبل ما يجمدوا ويصير لهم congealed. Component not melted are added to congealing mixture as it's beginning cooled and stirring. يعني المواد اللي مش لازم اعمل لها melting بضيفها مع التحريك اثناء عملية برود الاشياء اللي انا عملت لها melting. Naturally heat label substance اللي هي المواد اللي بتتأثر بالحرارة، and any volatile component. volatile component مثلا زي الزيوت الطيارة ما بقدر اضيفها في اثناء وجود حرارة عالية، لانها راح يصير لها volatilization اللي هي الفولاتايل اويل تاعتها تطير، وانا بالتالي بخسر الهدف تاعي من اضافتها. When the temperature of the mixture is low enough not to cause decomposition or volatilization of the component، يعني انا بضيفهم في الحراره اللي بتكون مناسبه بحيث انها ما تعمل لي decomposition للمواد اللي هي heat label، وما تعمل لي volatilization للمواد اللي هي volatile component او volatile oil. طيب substance may be added to the congealing mixture as solution or as insoluble powders levitated with a portion of the base. هلا بحكي لك في small scale fusion may be conducted in a porcelain dish or glass beakers. يعني انا بجيب البورسلان ديش الموجود عندنا في اللاب، او بدي بالجلاس بيكر بحط المواد تاعتي، مثلا بدي اصنع كم من جرام او كم من ملي، بيكون كميات قليله جدا في السمول سكيل في اللاب. في اللارج سكيل is carried out in the large steam jacketed kettles. شو اللارج steam jacketed kettles؟ هذا يا جماعة الخير عبارة عن زي ما بدي تشوفوا هنا وين راح؟ هاي اللارج steam jacketed kettle عبارة عن جهاز بنحط فيه الاوينتمنت تاعي، بحط فيه الاشياء اللي لازم ارفع درجة حرارتها، تمام، ولازم اعمل لها ميلتنج، ومن اسمه ستيم. هذا بيكون ستيم جاكيتد. جاكيتد يعني مغطى، او يعني مش مغطى، بيكون من طبقتين زي ما انتم شايفين بالصوره هاي. هذا مقطع عرضي منه، انه في طبقه لتحت بتكون زي انها عباره عن طبقتين دبل بينهم فراغ. هذا الفراغ احنا بنمر منه شو اللي هو الستيم، ستيم تراب، بيدخل الستيم من هنا. الستيم نفسه بيعمل تسخين وبيعمل حراره لهذا ال الكونتينر تاعي، او لهذا الجالون اللي انا بحط فيه المواد او بحط فيه الاوينتمنت بيس مع الدراج تاعي اللي لازم اعمل لها ميلينج. هذا الاشي بستخدمه على اللارج سكيل. طيب once congealed لما تبرد the ointment will be passed through an ointment mill، برضه لازم احطه في الاوينتمنت ميل in a large scale manufacture or rubbed with a spatula or mortar and pestle عشان يعطيني اخر شيء اللي هو ده في اللي دائما انا بدي اياه اللي هو اليونيفورم تكستشر والسموث تكتشر. برضو هذا هو زي ما انتم شايفين لارج ستيم جاكيتد كيتلز
بيكون هون مثلا في عنا الطبقة مضاعفة وبكون في بيناتهم فراغ اللي هو عشان أمرق شو الستيم، ويكون هو الستيم مصدر الحرارة تاعي. طيب بحكي لك الميديكيتد اوينتمنت and ointment bases containing components such as beeswax والبارافين والستيرايل الكحول والهاي مولكيولار ويت PEGs. هدول كلياتهم ايش يا جماعه خير؟ هدول سوليد ماتيريال which do not lend themselves will to mixture by incorporation or prepared by fusion، اللي هم المواد اللي انا ما بقدر اعمل لهم سباتشوليشن وما بقدر يعني اني اخلطهم بسهوله، لازم ادوبهم في البدايه خصوصا لانه هدول سوليدز زي ما حكينا ما بقدر اعمل لهم سباتشوليشن وغيره، لازم ادوبهم. By this generation process the material with highest melting point are heated to the lowest required temperature to produce a melt. طيب هلا احنا في عنا طريقتين اساسيات في موضوع الميلتينج، الطريقتين كالتالي، خلينا نحكي حكي بعدين نقرا السلايد. انه انا بحط بحط مثلا الكومبوننتس تاعوني، بختار اعلى ميلتينج بوينت لوحده مثلا منهم. مثلا انا عندي مثلا خلينا نفرض انه البي واكس بذوب على درجه حراره 100، والبارافين بذوب على 90، والستيرايل الكحول على 80، والهاي مولكيولار ويت بي اي جيز على مثلا 70. عندك 90 80 70 و60 عفوا، برفع درجه الحراره ل ايش 90 وبحط البي واكس، البي واكس راح يدوب بحطه لحاله، بعدين ببلش اقلل درجه حراره، بس توصل ل 80 بضيف البارافين، بقلل درجة حرارة بس توصل 70 بضيف شو الاستيرايل الكحول. فبالتالي كل واحد من الكومبوننت بنضاف على الاوبتيمم تمبريتشر تاعته، يعني انا ما باثر على اي شكل من اشكال الكومبوننتس المكونين لهذا الاوينتمنت بيس او لهذا الاوينتمنت بشكل عام. لما توصل مثلا 60 او الرقم اللي حكيناه بضيف الهاي مولكيولار ويت بي جيز، حكينا انه الهاي مولكيولار ويت اللي بتكون فوق ال 1000 المولكيولار ويت تاعتها للبي جيز بيكون سوليد، بين ال 600 والبي اي جيز بيكون السيمي سوليد اللي انا بدي اياه، وتحت ال 600 شو حكينا بكونوا اللي هم الليكويد. By this general process the material with the highest melting point are heated to the lowest required temperature to produce a melt. وضحت؟ The additional material are added with constant stirring during cooling of the melt until the mixture is congealed. يعني انا اهم شيء لازم اضل احرك احرك احرك، ليش؟ عشان يعطيني uniform mixture حتى يصير له congealed ويبرد. شو الادفانتج لهي الطريقه؟ In this way not all of the component are subjected to the highest temperature. مش جميع المكونات تاعتي انا بعرضها لاعلى درجه حراره مستخدمه. الطريقه الثانيه اللي alternative method involving melting the component with lowest melting point، اللي هي العكس. انا بضيف مثلا، خلينا نرجع نعيد المثال اللي اعطيناه، عندك هون مثلا البي اي جي حكينا على درجه حراره 60، بحط على درجه حراره 60 بضيف البي اي جي وبزود درجه حراره 70، بعدين بضيف الاستيرايل الكحول، بزود درجه حراره 80 وبحط البارافين، بعدين بزود درجه حراره 90 وبحط البي واكس. هاي الطريقه برضه معتمده، ولكن ممكن انه نحكي انه فيها سلبيه، لانه لو كانت مثلا البي اي جيز لما توصل 70 حتى لو ذابت بتتاثر ما بتزبط معي الطريقه. فبالتالي هاي الطريقه انا لازم اراعي واكون دارس انه البي اي جي لو رفعته ل 90 ما يتاثر، والاستيرايل الكحول لو رفعته ل 90 ما يتاثر، والبارافين لو رفعته ل 90 برضه ما يتاثر. هاي بيحكي لك هون alternative method involve melting the component with the lowest melting point first and adding the remaining component in order of their melting point or simply melting all of the component together under slowly increasing temperature. يعني slowly increasing temperature انا بزيد درجة حرارة بشكل بطيء. By this method a lower temperature is usually sufficient to achieve fusion because of the solvent action exerted by first melting component or on the others. هلا هاي في لها ادفانتج كالتالي. الادفانتج تاعتها انه انا البي واكس كان يدوب على درجة حرارة مثلا 90، ببطل يدوب على 90 بصير يدوب مثلا على درجة حرارة 70. ليش؟ لانه الهاي مولكيولار ويت بي اي جيز لما انا دوبته صار عبارة عن ايش؟ سولفنت، صار يشتغل زي كأنه سولفنت وتحول لليكويد، والاستيرايل الكحول لما وصل درجة حرارة 70 صار يشتغل كسولفنت عفوا. فبالتالي مثلا الاستيرايل الكحول والبي اي جيز صاروا عبارة عن ليكويد وساعدوا على تقليل الميلتنج بوينت تاعت البي واكس والبرافين مثلا، فصارت الهايست ميلتنج بوينت اللي لازم اوصل لها مش 90 زي اول شيء، مثلا صارت 70 او 65. وضحت الفكره انه هو المواد اللي بتذوب درجه حراره
قليلة صارت تعمل كسولفنت از ليكويد، وبالتالي صارت تساعد على تقليل درجة او تقليل الميلتنج بوينت للي عند المواد اللي عندها ميلتنج بوينت عالية جدا. طيب in preparation of ointments have an emulsion base، بيحكي لك in preparation of ointment having an emulsion base the method of manufacture often involve both melting and emulsification. يعني انا مثلا عندي مواد بدي اضيفهم لازم يصير لها ميلتنج اللي تذويب، وانا الايمالشن بيس تاعتي يعني البيس تاعتي هي عباره عن ايمالشن، فبالتالي لازم استخدم شو ايمالسيفيكيشن ايجنت. الشغله ما بدهاش هالشيء. يعني بيحكي لك شو خطواتها. The water immiscible components such as the oil and wax are melted together in a steam bath to about 70 ل 75 سيليسيوس. Meantime في نفس الوقت an aqueous solution of heat stable water soluble component is prepared and heated to the same temperature as oligenous component. يعني انا بمسك الهيت ستيبل وبمسك ال water soluble بروح على جهة ثانية بسخنهم وبرفع درجة حرارتهم ل 70 و75 نفس الشيء، فبالتالي انا بصير عندي بيكرين او بصير عندي يعني وعاءين، واحد بيحتوي على الووتر اميسبل كومبوننت وواحد بيحتوي على الووتر سوليبل كومبوننت او الهيت ستيبل كومبوننت. اخر شيء شو بسوي؟ then the aqueous solution is slowly added with mechanical stirring. لازم يكون في تحريك to the melted oligenous mixture. بجيب ال aqueous preparation اللي بضيفه على ال oligenous mixture اللي هو بيحتوي على ايش؟ ال emulsifying agent. فبالتالي بضيف كميات قليلة أو بضيف بشكل بطيء slowly مع mechanical stirring عشان آخر شيء يعطيني الهدفين اللي أنا بدي إياهم اللي هم smooth in texture و uniform in composition. بعد ما أضيف هدول الاثنين على بعض راح يصير في عندي بيكر واحد، أو راح يصير في عندي وعاء واحد. بعد ما أضيفهم بخلي الحرارة شغالة عليهم اللي هي عشان أحافظ على الدرجة حرارة 70 ل 75 حتى من 5 ل 10 دقائق. And the mixture is slowly cooled and stirring until congealed. If the aqueous solution is not at the same temperature. ها ليش أنا هون لازم أسخن درجة الحرارة تاعت الأكويس سوليوشن أو الأكويس بريبريشن ل 70 أو 75 مثلا، بدي أضيفها أنا جاء عملي أضيفها على 50، شو المشكلة راح تصير عندي؟ some of the wax will solidify. أنا الميلتنج أصلا تاعي الهدف مني إني أحول الواكس من سوليد لليكويد. إذا بضيف الأكويس بريبريشن على الأوليجينس بريبريشن في درجة حرارة مش متساوية أو أقل منه راح يصير الواكس والأذر كومبوننت سوليدفاينج on addition of the colder aqueous solution to the melted mixture. فبالتالي راح يصير جلتي وراح يصير يعطيني مشاكل، فبالتالي ما راح احصل على الهدف اللي بدي اياه اللي هو السموث وايش اليونيفورم. اخر شيء بدنا نحكي عنه اللي هو خلصنا موضوع اللي هو البريبريشن، حكينا عن الانكوربوريشن للمواد ما بدها تذويب، حكينا الانكوربوريشن للليكويد، وحكينا الانكوربوريشن للسوليد. بعدين دخلنا على الانفيوجن، حكينا كيف لازم نعمل انفيوجن، شو الاجهزه اللي بستخدمها زي ما انتم شايفين هون على اللارج سكيل وعلى السمول سكيل، شو طريقتين الانفيوجن اللي هو ارفع درجه حراره للاخر وابلش اقلل فيها، او ابلش من درجه حراره قليله وابلش ارفع فيها. كل واحدة شو الادفانتج تاعته وكل واحدة شو الديس ادفانتج تاعته. هون بدنا نحكي عن الباكجينج ستورج اند ليبلنج لا ايش الاوينتمنت بيس. بشكل عام بحكي لك انه الاوينتمنت اند اذر سيمي سوليد بريبريشن ار باكجد ايذر ان لارج ماوث اوينتمنت جارز اور ان ميتال اور بلاستيك تيوب. لارج ماوث اللي هو مثلا زي علبه الفازلين اللي بتكون الفتحه تاعتها كبيره، مش مثلا زي علبه الدواء. علبه الدواء مثلا المنطقه اللي بتصب منها بتكون كبيره، لارج ماوث يعني الفتحه تاعته كبيره. او البلاستيك تيوب اللي هو ميتال او بلاستيك تيوب اللي هو عادي يعني اللي هو هذا زي ما انتم شايفين، هذا بسموه ميتال او بلاستيك تيوب، وهذا لارج ماوث اوينتمنت جار. سيمي سوليد بريبريشن ماست بي ستورد ان ويل كلوزد كونتينر اكيد to protect against contamination اللي هو التلوث and in a cool place لازم تكون cool place عفوا حرارة معتدلة to protect against production separation in heat لازم لا تكون درجة حرارة كثير 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 قليلة على اساس انه ما يتجمد ويصير زي 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 يعني يصير له سوليد، وايضا مش لازم احطه على درجات حرارة عالية بلاش يصير له يعني يصير زي مرق نوعا ما او يصير اقرب للليكويد او سيمي سوليد كثير يعني.
بالإضافة إلى أنه المواد اللي بتكون light sensitive preparation are packaged in OPACU أو اللي هو amber light sensitive container. آخر إشي بدنا نحكي عنه أنه هو in addition to the usual labeling required the, for pharmaceutical product, the USP directed اللي هو USP حكت للجماعة اللي بيعملوا الأوينتمنت أنه أنتوا ضروري 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 تضيفوا نوع الأوينتمنت المستخدم أو البيس المستخدم عفوا direct USB direct the labeling for certain ointment and creams including the type of base used. مثلا انت عندك هذا الليبل هون لازم نعرف انه هي الوايت بيترولاتم هي المستخدمه كبيس كاوينتمنت بيس. الوايت بيترولاتم مثال على شو يا جماعه خير اللي هي الاوليجينس بيس. لازم تحط نوع من النوع من الورنينج او التحذيرات مثلا اللي هو external use ولازم تحكي انه keep out of the reach of the children وغيره. لازم مثلا تحكي انه ما تحطه في كميات كبيره وما تحطه على مساحات كبيره ما تحطه على الاي واذا اجى على الاي اغسل الاي وهكذا اللي هي في نوع من الفلكسبيليتي في يعني في كثير موضوع من البريكوشنز والتحذيرات اللي بقدر احطها على الليبل الاوينتمنت. ففي مجموعه فيديوهات كنت بدي اورجيكم اياها بصراحه بس انه موضوع البولفرايزيشن سامحوني البولفرايزيشن خلينا نتكلم عنه. زي ما انتم شايفين هنا معلش هذا سامحوني كنت الاصل نحضره في موضوع البولفرايزيشن بس نسيت. زي ما حكينا الكامفور مثال على ايش يا جماعه الخير مثال على الجامي ماتيريال او الجامي ماتيريال اللي هو انا ما بقدر اعمل له ليفيتيتنج ايجنت. شو هون استخدموا 95% ايثانول استخدموا الايثانول كايش كسولفنت عشان يصير له ايفابوريشن بسرعه وما يغلبني. زي ما انتم شايفين الهنديه هاي ولا الفلبينيه شو عملت جابت الكامفور حطته مثلا على الميزان عشان توزن الاشي اللي بدها اياه بعدين شو سوت مسكت الكامفور حطته جوا المورتر والبستل بعدين جابت الايثانول ضافت كم نقطه من الايثانول كسولفنت بعدين بلشت تطحن حتى اخر اشي صار فيه ريدكشن للبارتيكل سايز تاعتي. جابت السباتشولا ونزلت الموجود على الحواف والاطراف خلاص انتهى الموضوع الى انه صار شو ريدكشن في البارتيكل سايز تاعتي. فكان كل شيء لهذا الفيديو. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. نتمنى استفدتوا في هذا الفيديو ما طولنا عليكم. دعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.